وللوقوف أكثر على تطورات الأوضاع في ناحية مكحول بمحافظة صلاح الدين وما يحدث فيها من تهديد للأهالي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مكحول مدير الناحية السيد رسول جاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذنا الكريم، حياك الله في قناتك. نحب نوضح أنه هذه العوائل كانت تبعد عن مركز ناحية مكحول ما يقارب من 10 كيلو إلى 15 كيلو، كما معلومة هي 5 فرع. فأثرت عمليات غزو صلاح الدين أنه حفاظا على سلامتهم والتمييز من العدو من الصديق، تم ترحيلهم إلى أقرب نقطة دالة من مركز ناحية مكحول وهي تبعد ما يقارب 4 كيلو. نعم. ناشدنا سيادة المحافظ الدكتور عمار جبور خليل المحترم وابدا المساعده لنا في هذه الظروف الراهنه لهذه العوائل. ابدا مشكورا بارسال المنظمات الانسانيه العامله في المحافظه وكذلك دائره الهجره، ونحن مستمرين بالتعاون مع هذه المنظمات باتجاه على هذه العوائل والاطلاع على احتياجاتهم، وان نلتمس من هذه المنظمات الابداء المساعده لهذه العوائل. نعم. طيب من الجهات التي ابلغت، الجهات الامنيه التي ابلغت هؤلاء السكان ان يتركوا منازلهم؟ هو اوضحت لك استاذنا الكريم انه ارتأت عمليات قياده عمليات صلاح الدين. نعم. لها هذه تكون لها عمليات داخل القاطع، فحفاظا على سلامتهم انه يترحلون على هاي اقرب نقطه من مركز مكحول. هي الموضوع يتعلق بقياده عمليات صلاح الدين حفرة. نعم. لماذا لا يتم تعزيز المنطقه بمزيد من قوات الشرطه والامن لملء هذا الفراغ الامني ومن ثم ابقاء الناس في منازلهم وعدم تهجيرهم الى اماكن اخرى؟ والله هناك دراسات لكون الجزيره واسعه حسب مع اتصالي مع بعض القادة الأمنيين المتواجدين القريب من ناحية مكحول، هناك دراسة واطلاع كان بالقيادات العامة في وزارة الدفاع بأنه هناك أكو إن شاء الله عمل، يعني راح تكون الخطوط الصد تتقدم بعد أكثر من هذه المسافة المعلومة. نعم. هل إذا تكرر هذا الفراغ الأمني في مناطق أخرى سيضطرون إلى إفراغها من سكانها؟ والله هذا الأمر يتعلق في عند قيادة عمليات صلاح الدين. نعم. اللي هي مطلعة على أكثر من الناحية الأمنية ومن ناحية الأعداد اللي توجد من الخارجين عن القانون من الزمره الدواعش الضاله. انتم تعرفون الاوضاع التي يمر بها النازحون في اكثر من مخيم بالمحافظات العراقيه، هل قدمت الحكومه لهؤلاء النازحين الجدد في الخيام المساعدات او بعض المعونه لتحسين اوضاعهم في هذه الايام؟ نعم، اوضحت لك اخونا الكريم انه ناشدنا قياده المحافظ الدكتور المهندس عمار جبر خليل، فابدا لنا المساعده عن طريق المنظمات المدنيه بالاطلاع على احوالهم واخذوا اعدادهم وكذلك دارك الهجره المهجرين، فعندنا اتصال مستمر وياهم، فاكو ان شاء الله حسن نيه في تامين ما يحتاجونه من خيام ومعونات منزليه وكذلك من احواض لحفظ المال صالح للشغل. الأمر قد يحتاج إلى 4 شهور وفق ما ذكرت بعض المصادر، وقد يعني يصل إلى سنوات ربما لا قدر الله. هل تتوقعون بالفعل العودة قريبا بعد عدة شهور وانتهاء العمليات هناك؟ أخوي الكريم، هذا الموضوع يعني أوضحت لك أنه يتعلق في قيادة عملية صلاح الدين، هي صاحبة القرار في هذا الموضوع. نعم. هل هي العملية ستكون قصيرة أو طويلة الأمد؟ نعم. ما الجهات التي ستقوم برعاية أمور النازحين في المخيم طيلة هذه الفترة؟
كوحده اداريه بالتنسيق مع سياده المعارض الدكتور عمار جبر. فاحنا ان شاء الله متواصلين على قدم 24 ساعه من احتياجاتهم، فوزعنا لهم زيت النخبه الابيض خصتهم وزعلالهم ايضا اكثر من سياره حوضيه من الماء، وكذلك اتتنا دائره جمعيه الهلال الاحمر العراقي فوزعت لهم بدايه جزء من الموجود عندهم في المحافظ. فان شاء الله الامور احنا على تواصل مع المنظمات حسب تعليمات سياده المحافظ الدكتور عمار جبر الخليل المحترم انهم متواصلين اليوم، وعودونا ان شاء الله راح نكون مستمرين بتجهيز هذه العوائل بما يحتاجون من هنا. السيد رسول جاسم مدير ناحية مكحول، شكرا جزيلا لك.